أخبار المهرية باختصار. تعزيزات عسكرية تصل من شبوة وأبين وحضرموت إلى مأرب لمواجهة التحشيد الحوثي. التعزيزات جاءت لدعم الجيش والقبائل في مواجهة الحوثيين غربي المحافظة. الريال اليمني يعاود انهياره أمام العملات الأجنبية بعد تعافي محدود خلال الأسابيع الماضية. صرف الدولار الواحد بلغ 870 ريالاً في مناطق الحكومة و227 ريالاً أمام الريال السعودي. مركز الأرصاد الجوية يتوقع طقساً بارداً على مرتفعات محافظات الضالع ولحج وأبين وشبوة وحضرموت. المركز حذر المواطنين من تدني درجات الحرارة داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم. نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز يحطم رقماً قياسياً مسجلاً باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو. سواريز تجاوز رونالدو في أسرع مهاجم يسجل الأهداف في أول موسم مع فريق بالدوري الإسباني. شركة تويتر تقول إنها لن تسمح لدونالد ترامب باستخدام المنصة مجدداً. الشركة أغلقت الحساب في يناير الماضي بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس. إلى لقاء باختصار آخر.